ست جبرية موجودة؟ عاوزة منها هنا نعيمة. عاوزة اتكلم معاها كلام ضروري قوي، هي واسم النبي حارس ومروان. قابلتها وانا جاية، كانت عايزة تروح لمروان بس انا جبتها هنا الاول. ايه اللي رجعك تاني؟ مش قلتي مش هتعتبيها؟ عشان المصلحة يا حبيبتي، اذا كان مش لازمكو خلاص امشي. استني استني يا ست نعيمة. عبدالله استنى يا عبدالله، مفيش فايدة فيك. شفتي خرج ازاي من غير ما يستأذني؟ اه شفتي عمتي؟ تعالي تعالي بس حاجي فيه. شفتي يا زينب؟ ما بيسمعش الكلام يا زينب، كل شوية اقوله ما تخرجش بالليل يا ابني برضه ما بيسمعش الكلام. اضربه يعني؟ لا يا حبيبتي ما بيهونش عليا، والله ما بيهون عليا اضربه. بقول لك يا نعيمة، تعالي نروح ندور عليه عند عمه، انا متأكدة ان هو راح عند عمه 100 مرة. اقول له يا واد عمك ما بيحبكش ولا بيحبنا، ما بيسمعش الكلام، غلطت معاه. معلش يا اختي ما تزعليش عمه منه بقى، ما يجراش حاجة. أنا السبب، أنا السبب يا نعيمة، أنا السبب. أنا اللي سبته يموتوه، أنا اللي سبته يموتوه يا نعيمة، أنا اللي سبته يموتوه، أنا اللي سبته يموتوه. يا شمس شمس شمس، وهي شمس تزعلي مني والنبي؟ أنا والله ما أقصد إني أوقعك من على السلم. طيب أجي معاك فين؟ أجي معاك فين؟ يا عبدالله رتال يا عبدالله رتال يا عبدالله عليها. شمس مش كده؟ انا عمري ما ادعي عليكي، اودع ان ضنك يروح منك يا ريتال. لا دعيتي عليا يا شمس، دعيتي عليا انا وابني. انا حبلة وشايلة اللي طول عمري كنت بتمناه، وما خايفاش منك ولا من الدنيا. نفسي عايش عشان اشوفه بيكبر قدام عيني، وعارفه انك هتحبيه. عارفه ليه يا ريتال؟ عشان اللي حصل ده مش انتقام من ربنا، لا ده ربنا بيطهرك، خد منك حاجه كبيره قوي. هو عارف ان قلبك هيتقطع عليها، عارف العذاب اللي هتشوفيه، عارف ان العذاب ده كبير. أنا عشت العذاب ده وشفته، لسه مش مصدق إنك مش هتشوفيه تاني، مش مصدق إن يدك مش هتلمسه. صدقيني ربنا خد منك حاجة كبيرة عشان بيحبك، حاسبك في الدنيا عشان تبقي أحسن. صدقيني لو قلت لك سامحيني يا شمس هتسامحيني؟ ربنا هو اللي بيسامح. يبقى لسه شايله مني قلب الواحد مننا، عامل زي الاوضه المقفوله محدش عارف جواها ايه. بس طالما ربنا بيسامح يبقى احنا كمان لازم نسامح. على فين؟ قلبي مقبوض قوي يا شمس، حاسه ان الدنيا سودا وضيقه قوي في وشي. صلي صلي يا ريتال وافتكر كلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
صدق الله العظيم. صلي صلي وادعي ربنا يريح قلبك ويطمن بالك ويعوضك. صلي يا حبيبتي. مساء الخير يا مروان. مساء نور. ازيك يا حبيبي؟ انت كويس؟ الحمد لله على كل حال. انت عارف طبعا غلاوتك عندي، جوز بنتي وابن الغالي. وبعدين؟ ولا قبلين كنت عايزة يعني اتكلم معاك كلمتين. هتعمل ايه مع نادية؟ المفروض اعمل ايه؟ ما انا لو عارفه يا مروان ما كنتش جيت يا اخويا وسالتك. تفتكري بعد اللي عملته المفروض اعمل ايه؟ تعيش رقبتها. تعالي يا عمي تعالي. اقعدي. بكره الصبح بعون الله تاخديها وتروح بيت ابوها. مش عايز اشوفها قدامي. انا كل ما بشوفها قدامي بفتكر اللي حصل. في حاجات كتيره قوي ملهاش غير حل واحد ملوش تاني، انها تخفى من الدنيا دي كلها. لكن انا ليها عندي حل تاني. ايه هو يا ترى؟ انها تخفى من قدامي والمحاشي. مروان ما نبقاش احنا يا ابني والزمن عليها. البت اتهدت واتمرمطت وتعبت، لازم حد مننا يقف جنب منها. ملهاش غيرنا. فاكري كده في اللي انت بتقوليه؟ هتعرفي أنا ليه ساكت لحد دلوقتي إنها قاعدة في البيت؟ ده عايزة صبر جبال